شهر اغسطس القادم، يعني كمان قول كمان 16 17 يوم كده سعد سمير يكون في التدريبات الجماعيه ان شاء الله. نروح للجمهوريه. معلول افضل لاعب محلي رفض الاغراءات للبقاء في القلعه الحمراء ويكتب تاريخا جديدا. مهما اتكلمنا عن علي معلول السنه دي، الراجل بصراحه يعني مش عارف نديله حقه ليه، لان الراجل عمل بطوله كويسه جدا، عمل موسم حلو قوي مع النادي الاهلي بصراحه، جايب حتى الان تقريبا 7 اهداف وعامل 7 اسيست او اكتر كمان، مؤثر في كل المباريات دفاعيا وهجوميا، لعيب كبير جدا جدا، وهو فعلا يستحق افضل لاعب محلي في الموسم. ممكن في بعض الفترات كان في لاعبين في انديه اخرى بيظهروا وبيتالقوا، لكن اللاعب الافضل دايما اللي بيكون على مدار الموسم كله مش لفترات معينه، وده اللي بينطبق على علي معلول. ففي الحقيقه علي معلول فعلا يستحق ان هو يكون افضل لاعب في الموسم السنه دي في بطوله الدوري. ويعني خبر الجمهوريه بيقول ان هو جاله عروض كتير، وفي الحقيقه يعني اكيد بيتعرض على اللاعب بعض العروض من بعض الوكلاء، يعني عروض ما فيش حاجه رسميه يعني، لكن ممكن يكون جاله عروض من بعض الوكلاء بتحديد في السعوديه، كمان عروض لعلي معلول من بعض الوكلاء عشان كلامي يبقى واضح، ما فيش اي حاجه رسميه يعني، لكن في نفس الوقت اللاعب بيتمسك جدا بتواجده في النادي الاهلي وبيتمسك جدا بالاستمرار داخل القلعه الحمراء، وهو او خلاص بقى في حاله ارتباط كبيره جدا ما بين علي معلول وجمهور النادي الاهلي. هو في الحقيقه امتداد لنجوم محترفين جم للنادي الاهلي زي فلافيو، زي جيلبرتو، انيس بوجلبان، طبعا اللاعب التونسي برده ليه علاقه قويه جدا بجمهور النادي الاهلي. اعتقد ان علي معلول امتداد لهؤلاء اللاعبين في صفوف النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى له دايما التوفيق مع النادي الاهلي خلال المواسم المقبله. طيب دي كانت اهم وابرز اخبار النادي الاهلي في الصحف، ايه اللي كتب عن النادي الاهلي في المواقع؟